بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، غفر الله له ولشيخنا ولوالدي شيخنا وللسامعين ووالديهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب في حد السرقة. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة. والسارق عنصر فاسد في المجتمع، إذا ترك سرى فساده في جسم الأمة، فلا بد من حسمه بتطبيق الحد المناسب لردعه. ومن ثم شرع الله سبحانه وتعالى قطع يده، تلك اليد الظالمة التي امتدت إلى ما لا يجوز لها الامتداد إليه، تلك اليد التي تهدم ولا تبني، تأخذ ولا تعطي. والسرقة هي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، إذا كان هذا الآخذ ملتزما لأحكام الإسلام، وكان المال المأخوذ بلغ النصاب وقد أخذه من حرز مثله، وكان مالك المال المأخوذ معصوما ولا شبهة للأخذ منه. فلا بد أن يستجمع السارق والمسروق منه والمال المسروق. وكيفية السرقة أوصافا محددة تضمنها هذا التعريف، متى اختل وصف منها انتفى القطع. وهذه الأوصاف هي: أن يكون الأخذ على وجه الخفية، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا قطع، كما لو انتهب المال على وجه الغلبة والقهر على امرأة من الناس، أو اغتصبه لأن صاحب المال حينئذ يمكنه طلب النجدة، والأخذ على يد الغاشم والغاصب. قال الإمام ابن القيم: إنما قطع السارق دون المنتهب والمغتصب، لأنه لا يمكن التحرز منه، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل. فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا، وعظم الضرر واشتدت المحنة. انتهى. وقال صاحب الإفصاح: اتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب على عظم جنايتهم وآثامهم لا قطع على واحد منهم، ويسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة الرادعة. ومن الأوصاف التي توجب القطع في السرقة أن يكون المسروق مالا محترما، لأن ما ليس بمال لا حرمة له، كآلة اللهو والخمر والخنزير والميتة. وما كان مالا لكنه غير محترم لكون مالكه كافرا حربيا فلا قطع فيه، لأن الكافر الحربي حلال الدم والمال. ومن الأوصاف التي يجب توافرها في القطع في السرقة أن يكون المسروق نصابا، وهو ثلاثة دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، أو أقيام العروض المسروقة في كل زمان بحسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم. وفي تخصيص القطع بهذا القدر حكمة ظاهرة، فإن هذا القدر يكفي المقتصد في يومه له ولمن يمونه غالبا. فانظر كيف تقطع اليد في سرقة ربع دينار، مع أن ديتها لو جني عليها 500 دينار، لأنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. ولهذا لما اعترض بعض الملاحدة
وهو المعري بقوله يد بخمس مئين أسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. أجابه بعض العلماء بقوله عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. ومن الأوصاف التي يجب توافرها للقطع في السرقة أن يأخذ المسروق من حرزه، وحرز المال ما العادة حفظه فيه، لأن الحرز معناه الحفظ، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فالأموال الثمينة حرزها في الدور والدكاكين والأبنية الحصينة وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وما دون ذلك حرزه بحسبه على عادة البلد. فإن سرقه من غير حرز، كما لو وجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فأخذ منه فلا قطع عليه، ولا بد أن تنتفي الشبهة عن السارق فيما أخذ. فإن كان له شبهة يظنها تسوغ له الأخذ لم يقطع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فلا قطع عليه بسرقته من مال أبيه ولا بسرقته من مال ولده، لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، وذلك شبهة تدرأ عنه الحد. وهكذا كل من له استحقاق في مال فأخذ منه فلا قطع عليه، لكن يحرم عليه هذا الفعل ويؤدب عليه ويرد ما أخذ. ولا بد من توافر ما سبق من الصفات من ثبوت السرقة، إما بشهادة عدلين يصفان كيفية السرقة وحرزها وقدر المسروق وجنسه لتزول الاحتمالات والشبهات، وإما بإقرار السارق مرتين على نفسه بالسرقة، لما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال له: ما إخلاك ما إخ... فقال له ما 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 إخالك سرق؟ ايوه يعني نعم. قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع. ولا بد في إقراره أن يصف السرقة ليندفع احتمال أنه يظن القطع فيما لا قطع فيه، وليعلم توافقه. هنا لما قال إخاء، ما إخالك من خال بمعنى ظن، يعني أي ما أظنك سرقت، يعني كأنه يريد أن يعني أن يلقنه الرجوع عن الاعتراف. هنا في لما النبي قال ما إخالك سرقت، دليل على أنه لو رجع قبل منه، لو رجع قبل منه. هذا هو معنى كلمة ما إخالك، يعني ما أظنك فعلت كذا، ما أظنك فعلت كذا. إيه نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ليندفع احتمال أنه يظن القطع فيما لا قطع فيه، وليعلم توافر شروط القطع أو عدم توافرها. ولا بد أن يطالب المسروق منه بمال أي يطالب المسروق منه بماله، فلو لم يطالب لم يجب القطع، لأن المال يباح بإباحة صاحبه وبدره له. فإذا لم يطالب احتمل أنه سمح به له، وذلك شبهة تدرأ الحد. وإذا وجب القطع لتكامل شروطه قطعت يده اليمنى، لقراءة ابن مسعود في قوله تعالى: فاقطعوا أيمانهما. ومحل القطع من مفصل الكف، لأن اليد آلة السرقة، فعوقب بإعدام آلتها. واقتصر القطع على الكف، لأن اليد إذا أطلقت انصرفت إليه، وبعد قطعها يعمل لها ما يحسم الدم ويندمل به الجرح من أنواع العلاج المناسبة في كل زمان بحسبه. والله تعالى أعلم. انتهى. باب نعم. نعم باب شيخنا، فيش باب باب في حد قطع الطريق، قطاع الطريق.
هذه الحرابة نتركها الآن إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. هذا أيها الكرام الفضلاء هذا الباب، ونحن لا زلنا في هذا الربع من ربع الحدود، وهذا الحد في حد السرقة عفانا الله وإياكم. وهناك أيضا كتاب بعنوان نوازل السرقة وأحكامها الفقهية، هذا الكتاب معذرة للدكتور فهد ابن بادي المرشدي وهذا كتاب يعني جدير بأن يقرأ، لأنه يتكلم فيه على نوازل السرقة وأحكامها، وهو الكتاب طبعا سبحان الله قديم يعني من 1434 طبعته الأولى، لكن كتاب جيد ومتوفر على الشبكة لمن يريده، الفهد بن باد المرشدي. دقيق وأيضا هناك كتاب أو هو أقرب إلى الرسالة حقيقة بعنوان السرقات العلمية، وهو لمرضي العنزي يعني في 34 صفحة، أيضا مفيد في بابه لمن يريد أن يتعرف على هذا الداء الذي انتشر في مسائل السرقات العلمية عفانا الله وإياكم، هو أن الإنسان ينسب لنفسه شيئا هو ليس من نتاجه، وهذا من قلة المروءة أن الإنسان يسرق مجهود غيره، أن الإنسان يسرق مجهود غيره. هذا تفريع فقط على ما نحن فيه، وإلا لما نأتي الآن نتكلم على السرقة ولغة وشرعا. السرقة في اللغة سارق يسرق سرقة، هو أخذ المال على وجه الاستتار، يعني أخذ المال خفية. طيب شرعا احفظ هذه الضوابط، أخذ مكلف بعد هو أن أخذ مكلف، فهو التكليف ما هو التكليف؟ المكلف هو البالغ العاقل، يخرج منه ما دون البلوغ ويخرج منه المجنون. إذن إنسان مكلف يدخل فيه الذكر والأنثى طبعا،
مالا محترما، فخرج منه المال الغير محترم. مثل ماذا يا شباب؟ يا مشايخ، مثل آلات الله شيخنا والخبر. نعم، لكن هناك في شيء اسمه الخمرة المحترمة. ما هي الخمرة المحترمة؟ النبيذ شيخنا قبل. لا لا، اللي هي الخمر اللي التي يشربها الكتاب داخل بيته لا يجاهر بها. يعني لو دخل أهل الحزبة لأمر ما على يهودي أو نصراني معاهد مستأمن في بلاد المسلمين، فوجدوا عنده خمر في بيته، هنا هذه يسموها خمر المحترمة، لأن هو في بيته مباع عنده، لكن لا يجاهر بها، لا يبيعها، لا يخرج بها في الشارع إلى غير ذلك. انظر إلى عدل الشريعة. طيب، أخذ مكلف، لكن لو طلع وجهر بها أصبحت هنا غير محترم. ما أخذ مكلف مالا محترما لغيره، لغيره سواء كان من المسلمين أو من المعاهدين. أما الحرب الذي بيننا وبين حرب، هذا هو حلال الدم وحلال المال. نصابا، والنصاب هو كم؟ كم النصاب؟ ما يا مشايخ؟ 3 دراهم. نصاب السرقة يدخل فيه الذهب والفضة، ربع دينار ذهب فأكثر، ربع دينار ذهب فأكثر. طيب، أو 3 دراهم. الدراهم فضة والدينار ذهب. طيب، دينار الذهب يعدل مثقالا، والمثقال كم؟ 4 جرامات وربع، يعني ربع الدينار حيكون كم؟ جرام فاصلة كم؟ 6 جرام فاصلة 6 أجزاء من 1.6 من الجرام. 1.6 من إيش؟ من الجرام. طيب، إذن حساب النصاب الذي يوجب القطع في السرقة، لما نعرف وزن الدينار الذهبي 4.25 جرام، إذن ربع الدينار يعني جرام، وربع الربع يعني 1.6، هذا النصاب، هذا هو النصاب. قيمته من جرام الذهب. اعطوني الآن مثلا جرام الذهب بكم يا مشايخ؟ عايش مشايخنا، لو نقول مثلا جرام الذهب مثلا 200 ريال، إذا لو سرق كم من حرز مثله مالا محترما وهو مكلف، لو سرق كم تقطع يده؟ ها مشايخ، احسبوها. لو قلنا 200، كم جرام شيخنا الربع دينار؟ ما قلت لكم الدينار 4.25 جرام من
الذهب. يلا طلعوا لي ربع الجرام كم يساوي، اللي هو ربع الدينار كم يساوي؟ 4.25 تقسيم كم؟ جرام وفاصلة 0.6 جرام فاصلة 0.6. طيب اللي هو احنا بنقول عليه جرام وربع الربع من الجرام، يعني جرام وثمن الجرام. صحيح. ربع الربع، ربع الربع، ربع الربع، يعني 1/16، 1/16 ممتاز. اللي هي 1.06. طيب يلا الآن لو قلنا سعر الجرام الذهب الآن مثلا 200 ريال، لو سرق مالا محترما وهو مكلف من حرز مثله، لو سرق كم يقام عليه الحد؟ 212.5. كيف هو سعر الجرام الآن؟ سعر الجرام 200 ريال. ممتاز. ماذا فعلتم؟ ايش سويتوا؟ 200 ضرب 1.06. أرأيتم؟ سبحان الله. بينما هذه اليد لو قطعت كم ديتها؟ لو قطعت في جناية اليد هذه كم ديتها؟ مفروض اليد باليد صح؟ معنى احنا قلنا تتذكروا زمان لما قلنا الدية 100 من الإبل، الإنسان له كم يد؟ له يدان. إذن كل يد حيكون فيها كم من الدية؟ 50 من الإبل. صح ولا مو صح؟ صحيح صحيح. أيوة شوف هذه ديتها إذا قطعت جناية، وهذه إذا قطعت في 200 ريال. وهذا الذي المعري الزنديق الضال لما قال في قولته المشهورة في بيته من طبعا أبو العلاء المعري، هذا اللي الناس يشرقون به، هذا زنديق كبير، يقول يد بخمسمائين عسجد، يعني خمسمائين عسجد وديت، يعني ديتها 500 من الذهب، ما بالها قطعت في ربع دينار. ثم قال هذا الزنديق والعياذ بالله تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ ببارين من النار. يرمي الدين بالتناقض. ولذلك أبو العلاء المعري الذي طه حسين يعتبره قدوة له، والذي يسمى برهين المحبسين إلى غير ذلك، هذا زنديق كبير. أجابه الشريف المرتضى على تخرصه بنفس الوزن والقافية، قال يد بخمسمائين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يعني دية اليد 500 دينار من الذهب حين تكون شريفة وأمينة، وأما عندما تخون وتغدر فإنها تذل وتصبح عديمة القيمة، بحيث أن ربع الدينار يصبح أغلى منها. فافهم حكمة الله يا أيها الزنديق الدجال. يعني ايه معنى هذا الكلام؟ 500 دينار كم جرام من الذهب؟ يا شباب يا شباب اضرب 500 في 4.25،
هذه أشياء احفظوها مثل اسمكم الله يرضى عليك، وهذه فيها أنصبة زكاة الذهب، دي ما أشياء معلومات ينبغي أنكم تكونوا حافظين الله يرضى عليكم. 2125 إيه خلاص تحفظ ده اسمك، لما أقول لك دينار الذهب بكم تحفظه مثل اسمك هذا، لأن هذا فيه أنصبة الزكوات الله يرضى عليكم. فدينار الذهب 4.25 أربعة وربع جرام من إيش؟ من الذهب. طيب، ولذلك يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين في شرح العقيدة السفارينية، يقول التفكر في آيات الله الشرعية يزيد في الإيمان، لكن يحتاج إلى كون الإنسان بصيرا في أحكام الشرع حتى يعرف الحكمة في الأشياء التي شرعها الله، وهذا يخفى على بعض الناس، ولا سيما من أعرض عن ذكر الله فإنه لا يفتح له باب المعرفة. ثم قال: ومن هنا قال المعري: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت لهم، ونستعيذ بمولانا من النار. فيرد عليه الشيخ في العقيدة السفلية، قال: كأن الناس هم المشرعون حتى ينتقدهم هذا الانتقاد، يقصد المعري. أرأيتم؟ فلذلك الإنسان عليه هنا أن يسلم أيها الفضلاء الكرام. ثم ذكر الشيخ يعني من أجاب عليه أيضا، قال: قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، صيانة النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة الباري. على نفس إيش الوزن. فلذلك هنا أيها الكرام الفضلاء، ليس للإنسان إلا أن يسلم بما ورد في القرآن والسنة، ويقول سمعنا وأطعنا. شيخ محمد الأمين في أضواء البيان في مجلده الثالث، في قول الله عز وجل في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يقول: ومن هدي القرآن للتي هي أقوم قطع يد السارق المنصوص عليه بقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو سارقت فاطمة لقطعت يدها، عاشاها رضي الله عنها وأرضاها، وضعته المباركة. وجمهور العلماء أن القطع من الكوع وأنها اليمنى، وكان ابن مسعود وأصحابه يقرؤون: فاقطعوا أيمانهما. وطبعا هذه قراءة شاذة، والقراءة الشاذة نستفيد منها في التفسير، لكن لا يصلى بها. ثم قال رحمه الله: والجمهور أنه إن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة فرجله اليسرى، كما جاء في الحديث: ولا قطع إلا في ربع دينار أو قيمته أو ثلاثة دراهم أو ثلاثة. اليوم المتعب قليل المعذرة. إذن هنا قلنا هذا بالنسبة اللهم شفاء الله إذن قلنا شرعا أخذ مكلف مالا محترما لغيره، ولغيره هنا ليست على عمومها، لأنه إذا حدث بين الوالد وابنه كمرة معنا أن هنا يعزر ويؤدب ويرجع المال نصابا
عرفنا النصاب ربع دينار أو 3 دراهم من الفضة. أخرجه من حرزه خفية ولا شبهة له فيه. طيب من حرزه، ما معنى من حرزه يا شباب؟ يعني مثل تخزين أو تصميم. من خزينته أو من مكانه الذي يحفظ فيه. نضرب مثال، لو أن رجلا أخذ سائمة بهيمة الأنعام، هي ماشية في الشارع كده، أخذ له عنز، أخذ له بعير، أخذ له بقرة، أخذ له جاموسة إلى غير ذلك، هل هذا نقيم عليه حد السرقة؟ مشايخ مفروض لا. ليه؟ لأنها ليست في ليست في الحظيرة، لكن رجل عنده حظيرة وعليها سور وكذا وشبك من الحديد، ودخل هذا وفتح الباب وأخذ الدابة ومشى، هذا يسمى حرز مثله. ما معنى حرز مثله؟ المال في الخزينة، والدواب في الحظيرة، والبضاعة في داخل الحانوت والمتجر. وضحت يا مشايخ؟ هذا معنى في حرز إيش؟ في حرز مثله. نعم. طب لماذا التشديد في العقوبة؟ الحكمة في تشديد العقوبة أيها الكرام الفضلاء في السارقة بالنسبة لغيرها من جرائم الاعتداء على الأموال، هي ما جاء في شرح مسلم للنووي فيما قاله القاضي عياض: صان الله الأموال. ما الدين نزل بحفظ الضرورات الخمس، جمعناه في كلمة معدن: المال والعرض والعقل والدين والنفس. فصان الله الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة مثل الاختلاس، النهبة، الغصب. ليه؟ لأن هذا قليل بالنسبة للسرقة، يعني السرقة أكثر من الاختلاس وأكثر من النهبة وأكثر من الغصب. ولا أنه أيضا يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور، اللي اختلسك ممكن ترجعه، اللي انتهبك، اللي غصب منك شيء، وأيضا تسهل إقامة البينة عليهم بخلاف السرقة، فإنها تندر إقامة البينة عليه فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها. يعني واحد أنت راكب مواصلة عامة أو كذا أو في الشارع، أدخل يده في جيبك، هذا يعتبر حرز، وأخذ المال وذهب. والسرقة أنواع، نوع منها يوجب التعزير ونوع منها يوجب الحد. طيب ما الذي يوجب التعزير؟ هي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد، والرسول عليه الصلاة والسلام قضى بمضاعفة الغرم على من سرق ما لا قطع فيه، قضى بذلك في سارق الثمار المعلقة وسارق الشاة من المرتع، يعني حد اللي هو حرز مثلهم، الثمار المعلقة اللي نازلة من الشجر خارج البستان، والشاة اللي في المرتع يعني كما قلت لكم ليست داخل الحظيرة، سائمة تارعة. في الصورة الأولى الثمار المعلقة أسقط القطع عن سارق الثمر، وقال مرة معنا الحديث عند الترمذي أن من أصاب شيئا منه بفمه وهو محتاج إليه فلا شيء عليه، لكن لا يتخذ خبنة، يعني ما يحمل في عبه، وإذا آواه الجرين شفتم الآن، لو دخل داخل المخزن هذه الثمار فأخذ منها بقدر الربع، بقدر ثمن، بقدر المجن اللي هو ربع الدينار يعني، فإنه يقطع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هنا
ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه. أما من سرق منه كما قلت لكم في جرينه، يعني بعد ما دخلت الثمار إلى داخل المستودع كما يقولون، إذا بلغت قيمة المسروق النصاب اللي هو ربع دينار يقطع. طيب الصورة الثانية، قضى في الشاة التي تؤخذ من مرتعها بثمنها مضاعفا، يعني لو أخذ شاة من المرتع وليس من الحظيرة، لو قلنا شاة ثمنها 1000 ريال يدفع 2000 ريال ويضرب وينكل به وضرب نكالا، وقضى فيما يؤخذ من عطنه اللي هو أعطان يعني من داخل الحظيرة بالقطع إذا بلغ النصاب، وهذا عند أحمد والنسائي والحاكم. طيب السرقة التي عقوبتها الحد نوعان، سرقة صغرى وسرقة كبرى. السرقة الصغرى هي التي يجب فيها قطع اليد، والسرقة الكبرى وهي أخذ المال على سبيل المغالبة، هذه الحرابة. لذلك بعد ما انتهينا من باب السرقة حيقول لك حد إيش؟ حد اللي هو قطع الطريق، اللي هو حد إيش؟ حد الحرابة. أما كلامنا هنا بنتكلم فيه عن السرقة الصغرى. اللي هو أخذ المال. عرفنا السرقة، ولذلك قال الله عز وجل إلا من استرق السمع. يعني استرق السمع يعني استمع إليه في خفاء، هذا يسمى استرق السمع. والسرقة والاستراق هو أن يأتي مستترا لأخذ مال الغير من الحرز. وفي كتاب أيضا لابن عرفة، هذا يفيدكم، وهو مالكي من فقهاء المالكية، معذرة. وهو كتاب مطبوع، هو ابن عرف عنده كتب كثيرة، عنده التفسير وعنده المختصر الكلامي وعنده المختصر الفقهي وعنده المختصر الفائض وعنده المبسوط وعنده الحدود في التعريف الفقهية، هذا أقصده. وهو مطبوع التعريف الفقهية ومطبوع وجود في طالب العلم لابن مالك رحمه الله. نعم، وهذا ذكرته لكم التعريف هو لابن رحمه الله رحمة واسعة. طيب السرقة تنتظم أمورا ثلاثة، أخذ مال الغير، ثانيا أن يكون على جهة الاختفاء والاستتار، وأن يكون من حرزه. طيب لو لم يكن المال مملوك للغير، أو كان الأخذ مجاهرة، أو كان المال في غير حرزه، فإن السرقة الموجبة لحد القطع هنا لا تتحقق. ممكن يكون اختلاس، نهبة، خيانة. ولهذا الخائن المنتهب المختلس لا يعتبر سارقا، وليس في قطع اليد لكن في تعزير. ايش يعني صور الخيانة؟ يكون محاسب في شركة ويخون الأمانة التي تحت يديه ويسرق ويأخذ، ايضا يكون ايضا يعني معه مجموعة عصابات وينتهبون، نهبة إلى غير ذلك. المهم هذه 3 شروط، أن يأخذ مال الغير، أن يكون هذا على جهة الاختفاء والاستتار، أن يكون المال في حرزه. طيب إذا كان نهبة أو خيانة أو اختلاس فهذا فيه التعزير،
ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام من حديث جابر: ليس على خائن ولا النبي يقول عليه الصلاة والسلام ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. وهذا من حديث جابر عند الترمذي وعند أبي داود وعند النسائي وعند النسائي وابن ماجه وأحمد، يعني روى الخمسة، وهو حديث حسن صحيح. وفي هذا الحديث النبي يوضح عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع: الخيانة والانتهاب والاختلاس، أنه ليس في حد للسرقة. الخائن هو معروف، خان أمانة كانت عنده، سواء كانت عارية أو وديعة، أعطتها فلوس خانك فيها أكلها، يأخذها ثم ينكرها أو يدعي أنها ضاعت. والمنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه الغلبة والقهر، وأيضا هو نفس المغتصب يغتصب المال. والمختلس الذي يأخذ المال جهرا على حين غفلة من صاحبه ثم يذهب به مسرعا. هذه كلها صور لهذا. هذا أيها الكرام الفضلاء إنه يؤدبه الحاكم وفيه التعزير، لكن ليس فيه ماذا؟ ليس فيه أنه يحد، ليس فيه أنه يحد. كل هذه الشريعة تدلك على أنها تقوم الناس وتريد أن تأخذ بأيديهم إلى الخير وإلى بر وإلى بر الأمان، وليس الغاية منها قطع رؤوس ولا قطع أيدي ولا إلى شيء من هذا. إدراء الحدود بالشبهات حديث عظيم ويندرج تحتهم المئين من المسائل. عن محمد بن شهاب الزهري، هذا العلم، يقول: مروان بن الحكم أتى بإنسان قد اختلس متاعا فأراد أن يقطع يده، كان حاكم على المدينة، فأرسل إلى زيد بن ثابت، الله أكبر، أفرضكم زيد، يسأله عن ذلك، فقال زيد: ليس في الخلسة قطع، هذا اختلاس. ويقول ابن القيم رحمه الله: وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضا، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، كما نقل هنا الشيخ، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرزة ويكسر القفلة، هذا من كلام ابن القيم رحمه الله، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك. طب أنا إيش أسوي؟ طيب قفلت بيتي، كسر علي البيت ودخل سرقني، نقب الدار وأحدث ثقبا في الجدار ودخل وسرقني، مسوي خزنة دخل وكسرها وخذها، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك. يعني إما أنك أنت تحترز في بيتك أو بقفل أو بدار. فلو لم يشرع قطعه لسارق الناس بعضهم بعضا، وعظم الضرر واشتدت المحنة بالسراق في بلاد تنزل فيها كلها حرامية، ما في أمن ولا أمان، تخاف حتى على حذائك الذي تلبسه. والله كنا في بلاد يا كرام، أقولها لكم، هذه أنا أحكي عن نفسي، لما كنا نذهب إلى المسجد نضع الحذاء في السيارة ونذهب حفاة إلى المسجد، أرأيتم إلى أين وصلنا؟ فالحمد لله على نعمة الأمن والأمان، سنوديما في بالتوحيد، لدرجة أنك أنت جزاك الله خير الحذاء يسرق، عفنا الله وإياكم. فإلى أي حد وصل الناس؟
فهنا اشتدت المحنة بالسراق بخلاف المنتهب والمختلس، فإن المنتهب هو الذي أخذ المال جهرة بمرأة من الناس، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم منه. يعني يكون كده الإنسان جالسين في محطة قطار أو في الشارع، جاء واحد خاطف الحقيبة وجر، هذا اسمه منتهب. حتى يجد الناس عندهم مروءة يجرون وراءه يخلصونها منه ويردوها إلى هذا الرجل المظلوم. هذا كان منتهب. أيضا المختلس الذي أخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره، فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه، ما عنده محاسب، ما عنده كذا، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكن الاختلاس. ليس كمثل السارق أيها الكرام الفضلاء. طيب، هنا جحد العارية، ومما هو متردد بين أن يكون سرقة أو أن لا يكون، اللي هو جحد العارية. ما هي العارية يا شباب؟ ما هي العارية؟ استعارة. أيوة نعم، الله يرضى عليك. جاك واحد قال لك يا أخي يعني أعطيني ثوبك هذا الجميل، أو أعطيني حذائك، أو أعطيني سيارتك، أو تأتي المرأة لأختها يعني في الله فتقول لها مثلا أعطيني ذهبك عندي مناسبة، هذه العارية. فهنا اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الجمهور لا يقطع من جحدها، لأن القرآن أوجب القطع على السارق، والجحد العارية ليس بسارق. وذهب أحمد وإسحاق وزفر إلى أنه يقطع، ودليلهم في ذلك حديث أحمد اللي رواه الإمام مسلم، وأيضا الإمام أحمد النسائي في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع ماذا؟ بقطع يدها في القصة المشهورة. طيب، النباش، من هو النباش يا شباب؟ الذي أحسنتم، هو الذي ينبش القبور. وهذا أيضا مما جرى فيه الخلاف في حكم النباش الذي يسرق أكفان الموتى، فذهب الجمهور إلى أن عقوبته قطع يده لأنه سارق حقيقة، ويعتبرون القبر حرزا. وذهب أبو حنيفة وتلميذه محمد حسن الشيباني والأوزاعي والثوري أنه يعزر لأنه نباش وليس سارقا، فلا يأخذ حكم إيش؟ فلا يأخذ حكم، فهنا لا يأخذ حكم ماذا؟ لا يأخذ حكم السارق اللي هو حكم نباش القبور. أرأيتم؟ هذا هو قول الجمهور قول الأحناف رحمة الله على الجميع. وقد يعلم في مثل هذا أن هذه الشريعة ما تركت شيئا، قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. الإمام الماوردي في الحاوي الكبير في فقه الشافعي يقول قال الشافعي ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر، لأن هذا حرز مثله. وقال به قلت لكم الجمهور، وقال به أيضا
عبد الله بن الزبير وعائشة رضي الله عنها وصحبة أجمعين، وأيضا من التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن والحسن البصري. أبو حنيفة قال لا، وتلميذ محمد الشيباني قال لا. أبو يوسف يعقوب تلميذ أبي حنيفة كان مع الجمهور في أنه ماذا؟ في أنه يقطع، في أنه في أنه ماذا؟ في أنه يقطع. نعم. طيب هنا قالوا وش الدليل؟ وأيضا من الصحابة الذين قالوا بعدم قطع النباش قال به زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم وصحابته أجمعين، واستدلوا برواية الزهري أن نباشا رفع أمره إلى مروان بن الحكم فعزره ولم يقطعه، وكان في المدينة بقية من الصحابة وعلماء التابعين فلم ينكره أحد، يعني يسمونه كإجماع سكوتي. طيب وقالوا أطراف الميت أغلظ حر من كفنه، فلما سقط ضمان أطرافه فأولى أن يسقط القطع في أكفانه، لأنه لو سرق من القبر غير الكفن لم يقطع، فكذلك إذا سرق الكفن من باب مولى هذا يسموه شرط الأولوية. ويقولون والسارق والسارق دوفة. طيب هنا قالوا ودليلنا الذين ردوا عليهم اللي هو الجمهور الشافعية منهم الدليل والسارق والسارق دوفة اقطعوا أيديهما، والأصل في خطاب الشرع العموم، فهنا السارق دل على العموم دخل فيه النباش وغيره. طيب يجي واحد يقول لك يا أخي النباش ليس بسارق، لأن اختص بكلمة النباش دون كلمة السارق. يقول الماوردي فيه عن فيه جوابا، أن السارق هو المستسر بأخذ الشيء من حرزه، هذا معنى كلمة السارق، يأخذه خرسة من استرق السمع، وهذا موجود في النباش، فوجب أن يكون ماذا؟ أن يكون سارقا. الرد الثاني ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سارق موتانا كسارق أحيائنا، سارق موتانا كسارق أحيائنا، سارق موتانا كسارق أحيائنا. طبعا هنا لما قال ما روي عن عائشة دل أن الأثر إيش يا شباب؟ يا رب يا حبايبي، لما قال روي عن عائشة دل أن الأثر فيه ضعف، أحسنتم، دل أن الأثر فيه ماذا؟ أن الأثر فيه ضعف. قال الشيخ الألباني في الإرواء إن هذا مذكور في رواية الغليل لم أقف عليه، قال ثم رأيت الحافظ بن حجر عزى قول عائشة إلى الدارقطني من حديث عمرة عنها ولم يتكلم على إسناده بشيء، قال وقد بحثت عنه في الحدود والأقضية والأحكام من سنن الدارقطني فلم أجده. طيب إذن وقلت لكم عمر بن عبد العزيز أنه قال يقطع سارق أحيائنا وسارق موتانا فسمياه سارقا. يقول ابن ماوردي وقولهما حجة في اللغة، إذن أيها الكرام الفضلاء، ثم رد على أثر مروان أنه عزر النباش ولم يقطعه قال فيه ثلاثة أجوبة، أنه مذهب له وقد عارضه فعل من قوله أحج وفعله أوكد هو ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز. الثاني أنه يجوز أن يكون
سقوط القطع لنقصان قيمته عن مقدار القطع. وثالثا أنه يجوز أن يكون النباش لم يخرج الكفن من القبر، وإنما يكون القطع بعد ما يكون أخرج الكفن من إيش؟ من القبر. أما قوله سقوط الضمان في أطرافه، أطراف الميت، فكذلك في أكفانه، قال فيه وجهان: أحدهما انتقاضه بالمرتد، يسقط ضمان أطرافه ولا يسقط في ماله. والثاني أنه لما افترقت أطرافه وأكفانه في الضمان، وضامن يعني الشرع ضمن أكفانه ولم يضمن قطع أطرافه، كان القطع تابعا لضمانها في الوجوب. طيب، إذن هذا بالنسبة لمسألة النباش. وهناك والله من ينبش القبور ويسرق ما فيها، ويدل هذا على خسة من يفعل ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، ويدل أن هؤلاء إنما يعني بعدوا عن المروءة. قلت لكم الصفات التي تعتبر في السارق التكليف، وقد أخذنا في تعريف ابن عرفة فيه لما قال أخذ مكلف، لابد يكون إيش؟ مكلف، بالغ، عاقل، فلا حد على مجنون ولا على صغير، لأنهما غير مكلفين، لكن يؤدب. قالوا هنا، شوف التعريف تكون جامعة مانعة، ما قال أخذ يعني أن يكون مسلما، لا يشترط فيه الإسلام، فإذا سرق الذمي أو المرتد فإنه يقطع، كما أن المسلم يقطع إذا سرق من الذمي المعاهد غير حربي. ثانيا الاختيار، أن يكون السارق مختارا في سرقته ليخرج منه المكره، وألا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة. مثل ماذا؟ يا مشايخ، إيش كيف تكون في السرقة فيها شبهة؟ كأخذ الولد من مال أبيه. الشباب، فلا يقطع الأب ولا الأم بسرقة مال ابنهما، لأن النبي يقول أنت ومالك لأبيك. شيخ أنس، يا أنس، نعم، تذكر في سؤالك أن أنت ذكرته في قضية أخذ مالا والده كذا ثم جحده، فهذا ما يعني أنت ومالك هنا لأبيك. فقال هنا في شبهة. إيش الشبهة هنا؟ أنه لا يقطع إذا سرق الأب والأم من ولدهما، والعكس كذلك، ولو سرق الابن من مال والديه، لأن الابن يتبسط في مال أبيه وأمه. وكذلك الجد لا يقطع، لأنه أب سواء كان من قبل الأب والأم أو من عمود النسب، الآباء والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء، يعني الأبناء وإن نزلوا والآباء وإن علوا، لكن يهذب ويؤدب الابن يعني حتى لا يتعدى على ملب. أذكر في ذلك سبحان الله، يقول أحد الأبناء: حتى لا تتركوا جوالاتكم بين عند أولادكم. يقول فجأة يعني سبحان الله، طبعا يترك الجوال عند ابنه يلعب به، يقول سبحان الله فجأة جاتني إشعارات من البنك بتم سحب 100,000 ريال. 100,000 ريال كلها راحت فين؟ شراء أشياء عبر ليش ألعاب إلكترونية. لذلك مسألة أنك أنت تعطي الجوال لابنك يلعب، وهذا خطر عظيم خلقيا ودينيا إلى غير ذلك، وأيضا ماليا. وهذه قصة أيضا سبحان الله من القصص العجيبة. هذا الأب كان عنده الجوال أبو كشاف، هذا قبل الجوالات هذه، وكان سبحان الله الجوال عنده نوكيا يعني وكذا، تعرفون ديك الجوالات ما عليها البنكود يعني، أو عليها بنكود، فلكن الولد عرفه كده سبحان الله، كان في ذاكرة أولى متوسط. يقول سبحان الله، والأب ذهب للصراف
يريد أن يأخذ مبلغا من المال فلم يجد أن الصراف يكمل له، يقول الرصيد غير كافي، فسوى شيء اللي هو كشف حساب سريع، فوجد أنه تم خصم قرابة 10,000 إلا قليلا من إيش من حسابه. فوجئ كده إيش هذا، من فين جاء الكلام ده؟ فذهب إلى البنك وسوى شكوى وكذا، وجابوا له برنت أوت، طلع مين اللي أخذ الفلوس هذه يا شباب؟ ابنه اللي فوله متوسط، نسأل الله يصلحنا له ولكم النية والذرية. كان سبحان الله يشتري ألعاب إلكترونية مع صاحبه، شوف صحبة السوء كيف، وأنا متوسط، الله يصلحنا ولكم الحال يا رب العالمين. ويأتي ولما يكون والده نائم يقوم داخل مخذ الجوال ومسوي البين كود ويفعل الشراء. بهذه الصورة قرابة 10,000 إلا قليلا. هذا طبعا ما فيها قطع ولا شيء، أنا ما فيها تعزير وفيها تأديب لهذا الولد. طيب ذو الأرحام، لو ابن عمك أو ابن خالك أو كذا، أبو حنيفة والثوري يقول لا قطع على أحد من ذوي الرحم المحرم، العم الخال الأخت، العم الخال الأخ، لأن القطع يفضي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل. وأيضا لهم حق في دخول المنزل وهو إذن من صاحبه، فإذا حصل هذا الإذن اختل إيش الحرز. قال مالك وأحمد الجمهور طبعا وإسحاق والشافعي يقطع من سرق من هؤلاء لانتفاء الشبهة في المال، يقطع، وهذا الأقرب يعني. طيب ولا قطع على يعني لو دخلت أخت امرأتك ولا أختك ولا كذا وسرقت من البيت، هذه فيها القطع. طيب ولا قطع على أحد الزوجين إذا سرق أحدهما الآخر لشبهة الاختلاط وشبهة المال، فالاختلاط بينهما يمنع أن يكون الحذر كاملا ويوجب الشبهة في المال. وإذا لم يكن الحرز كاملا وكانت الشبهة في المال يسقط القطع، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وقال مالك والثوري ورواية عن أحمد وأحد قولي الشافعي، إذا كان كل واحد منهما ينفرد ببيت فيه متاعه فإنه يقطع من سرق من مال صاحبه لوجود الحرز من جهة، والاستقلال كل واحد منهما من جهة أخرى. طيب قالوا ولا يقطع الخادم الذي يخدم سيده بنفسه. جاء رجل لعمر بغلام له قال اقطع يده إنه سرق مرآة لامرأتي، قال عمر لا قطع عليه وهو خادمكم أخذ متاعكم، وهذا مذهب عمر بن مسعود ولا مخالف لهما في الصحابة. ولا يقطع من سرق من بيت المال إذا كان مسلما، لما روي أن عاملا لعمر رضي الله عنه كتب إليه يسأله عمن سرق من بيت المال فقال لا تقطعهم فما من أحد إنه وله فيه حق. وروى الشعبي أن رجلا سرق بيت المال فبلغ ذلك لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال إن له فيه سهما ولم يقطعه. فقول عمر وعلي رضي الله عنهما بيان سبع عدم القطع على من سرق بيت المال لأن فيه شبهة تمنع إقامة الشهادة. يقول ابن قدامة كما لو سرق من مال له شركة فيه، يعني انت عامل شراكة انت واحد واخذت منه واخذت ايش منه الى غير ذلك. بهذا نقول غالبا انتهينا من هذا الباب المبارك، وان شاء الله عز وجل في المجالس القابلات القادمات نتم في هذا السفر الطيب ان شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.